عزيزاتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى. نلتقي اليوم مع درس في مادة اللغة العربية وفي مكون التراكيب. عنوان الدرس التوكيد. إذن هذا الدرس محدد في الوحدة الرابعة، الأسبوع 20، للمستوى 6 ابتدائي. إذن أهداف هذا الدرس: أولا تذكر التوابع، ثانيا تعريف التوكيد بنوعين، ثالثا استثمار التعلمات في وضعيات مختلفة. إذن أمهد للدرس. إذن السؤال المطروح هو: أذكر التوابع التي تتبع الاسم الذي قبلها في الإعراب. إذن التوابع في اللغة العربية كثيرة، وإذن ما هي؟ إذن التوابع التي تتبع الاسم الذي قبلها في الإعراب هي النعت، التوكيد، العطف، البدل. ولقد قال عنها مالك في الألفية: أين التوابع في الإعراب يا فتى؟ النعت والتوكيد والعطف والبدل. وعيد: أين التوابع في الإعراب يا فتى؟ النعت والتوكيد والعطف والبدل. إذن لماذا سميت بالتوابع؟ لأنها تتبع الاسم الذي قبلها في الإعراب. إذن سوف نتعرف اليوم إن شاء الله تعالى على التوكيد بنوعيه. إذن ألاحظ وأكتشف، فأقرأ الجدولين وأكمل ملأ الجدولين وفق النموذج. إذن الجدول الأول الجملة. إذن الجملة الأولى: المحافظة على الطاقة واجبة. إذن ماذا نلاحظ في هذه الجملة؟ نلاحظ أن كلمتين تكررتا، وهي المحافظة. إذن المحافظة الأولى بماذا تسمى؟ تسمى بالمؤكد. والمحافظة الثانية تسمى بالتوكيد. إذن هنا نلاحظ أن هذه الكلمة تكررت. إذن لماذا تكررت هذه الكلمة؟ لتوكيد المعنى. تكررت لتوكيد المعنى. وهذه الكلمة الثانية هي توكيد، لكن ما نوع هذا التوكيد الذي تكرر؟ إذن نقول توكيد لفظي. توكيد لفظي. إذن فالتوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ، واللفظ قد يكون كلمة، اسما، حرفا أو فعلا، وقد يكون اللفظ جملة أو شبه جملة. إذن ننتقل إلى الجملة الثانية: يحترم أباه. إذن
تكررت كلمة يحترم من هذه الكلمة؟ إذن فهي فعل. إذن أين المؤكد؟ إذن المؤكد هي كلمة يحترم الأولى. وأين التوكيد؟ يحترم الثانية. إذن ما نوع التوكيد هنا؟ توكيد لفظي. إذن فنلاحظ أن في الجملة الأولى تكرر الاسم وفي الجملة الثانية تكرر الفعل. إذن نقرأ الجملة الثالثة. لا، لا تتكاسل. إذا لاحظوا ما هي الكلمة التي تكررت؟ إذا تكررت كلمة لا. إذا المؤكد هو لا الأولى والتوكيد هو لا الثانية. إذا ما نوع هذا التوكيد؟ توكيد لفظي. توكيد لفظي. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن التوكيد هو تكرار ماذا؟ تكرار اللفظ. وهذا اللفظ قد يكون كلمة وقد يكون جملة أو شبه جملة. إذن من خلال ما رأينا في الجدول الأول، بما يكون التوكيد اللفظي ولماذا يكرر اللفظ في الجملة؟ إذن أجيبوا حسنا. إذن يكون التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ، بتكرار اللفظ، سواء كان حرفا مثل لا في الجدول أو اسما مثل المحافظة أو فعلا مثل يحترم في الجدول أو جملة أو شبه جملة. إذا مثلا توكيد لفظي تكرار جملة، مثلا جاء الأساتذة إلى المدرسة، جاء الأساتذة إلى المدرسة، فالجملة الثانية هي التوكيد وهي توكيد لفظي. إذا لماذا يكرر اللفظ في الجملة؟ إذا يكرر اللفظ في الجملة من أجل توكيد المعنى أو من أجل تأكيد المعنى. إذا يمكنك أن تركب جملة تتضمن توكيد اللفظيات. نعم، حسنا. إذا ننتقل إلى الجدول الثاني. إذا أمامكم جدول يتكون من أربع خانات، الخانة الأولى خاصة بالجملة. إذا سنبحث عن المؤكد وعن التوكيد ثم سنذكر نوعه. إذا أقرأ الجملة الأولى. إن المنطقة كلها جميلة. إن المنطقة كلها جميلة. إذا هناك كلمة كتبت بلون مغاير، ما هي؟ إذا كلمة كلها. إذا كلها قبلها كلمة وهي المنطقة. إذا فالمنطقة هنا هو المؤكد والتوكيد كلها. إذا هنا نؤكد كلها، المنطقة كلها. إذا فكل هو توكيد، أما ها فهو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا ما نوع هذا التوكيد؟ هل هو توكيد لفظي؟ هل كررنا اللفظ في هذه الجملة؟ لا. إذا هذا التوكيد يسمى توكيد معنوي. توكيد معنوي. ننتقل إلى جملة أخرى أقرأها. سنستفيد من المشروع نفسه. سنستفيد من المشروع نفسه. إذا لدينا كلمة كتبت بلون مغاير هي نفسي. إذا ما يعني ما محلها من الإعراب؟ إذا أولا كلمة المشروع فهي المؤكد، ونفسي هو التوكيد. إذا فما نوع هذا التوكيد؟ إنه توكيد معنوي. إنه توكيد معنوي. إذا جملة أخرى. صافحت المهندسة عينها. صافحت المهندسة عينها.
إذن هذه الجملة تتضمن أيضاً توكيداً. إذن أين المؤكد؟ إذن المؤكد هو المهندسة. وأين التوكيد؟ هو أين ها دائماً فهو ضمير اتصل بهذا الاسم الذي هو توكيد. إذن أين فهو توكيد ماذا؟ توكيد المعنى معنوي. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذه الكلمات جاءت توكيداً، هذه الكلمات مكتوبة بلون مغاير أتت توكيداً معنوياً. ملاحظة أخرى، هذه الكلمات إذن أضيف إليها ماذا؟ ضمير يعود على من؟ على على المؤكد. فها هنا في كلها يعود على المنطقة، وهي هنا يعود على المشروع، وها في عينها يعني هذا الضمير يعود على المهندسة. إذا هناك كلمات أخرى يعني تدخل في إطار التوكيد المعنى المعنوي، وهي جميع، كل، كلا، كلتا، وعى، وعام. إذن أمثلة عن التوكيد المعنوي بكلا وكلتا. إذن كلا وكلتا تستعملان في المثنى. إذن لاحظوا معي هذا الجدول. إذن استعمال كلا وكلتا في حالة الرفع، وفي حالة النصب، وفي حالة الجر. إذن ومع الجملة الأولى في حالة الرفع، أقرأ الجملة: جاء الولدان كلاهما. إذن فجاء فعل ماض مبني على الفتح، الولدان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، كلا توكيد معنوي تابع للمؤكد في رفعه، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، هما مضاف إليه، أو نقول هما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن كلا هنا للمذكر الذي جاء في كلمة ولا الولدين. إذا جملة أخرى: جاءت البنتان كلتاهما. جاءت البنتان كلتاهما، إذا أين التوكيد هنا؟ هو كلتا. إذا وأين المؤكد؟ البنتان. إذا كيف جاء المؤكد هنا؟ جاء مرفوعا بالألف لأنه مثنى مؤنث. إذا كلتا هنا فهو توكيد معنوي مرفوع بالألف. إذا تبع المؤكدة في الإعراب. إذا في حالة النصب: رأيت الولدين كليهما. فرأي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الولدين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، كلي توكيد معنوي تابع للمؤكد في نصبه، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، هما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. نفس الشيء بالنسبة للجملة الموالية: رأيت البنتين كلتيهما. إذا فالبنتين هنا مثنى مؤنث، إذا يقابله كلمة كلتيهما في حالة ماذا؟ في حالة النصب. إذا ننتقل إلى حالة الجر. إذا اعتمدت على الولدين كليهما. اعتمدت على الولدين كليهما، إذا أين التوكيد؟ كليهما. وأين المؤكد؟ نعم حسنا، لولدين. إذا فالولدين هنا اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. إذا كليهما كلي فهو توكيد معنوي تابع للمؤكد في جره،
وعلى متجره الياء لأنه مثنى ومضاف، هما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن الجملة الأخيرة: اعتمدت على البنتين كلتيهما. إذن فالتوكيد هو كلتي، هما مضاف إليه، والمؤكد البنتين. إذن فيما تبع التوكيد المعنوي المؤكد؟ تبعه في الجر. بماذا جر هنا؟ بالياء، البنتين. إذن هذا اسم المجرور بالياء لأنه مثنى، كذلك كلتي مجرور بالياء لأنه مثنى. إذن حاولوا تركيب جمل تتضمن كلا وكلتا في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. حسنا، إذن ما هي الأسماء التي يكون بها التوكيد المعنوي وعلى ما تشتمل؟ إذن يكون التوكيد المعنوي بالأسماء التالية: كل، كلا، كلتا، جميع، نفس، عين، وعامة. تشتمل هذه الأسماء على ضمير يربطها بالمؤكد، مثلا كلها، إذا لاحظ هذا الضمير، نفسه، ثم عينه. إذا ماذا نستنتج من خلال ما تقدم؟ إذا نستنتج أن توكيد تابع يؤكد ما قبله وهو نوعان. إذا فالتوكيد هو من التوابع، يأتي لتأكيد أو توكيد الاسم الذي قبله، وهو ماذا؟ نوعان. حسنا، إذا أولا لفظي، يعني توكيد لفظي، ويكون بتكرار اللفظ، بتكرار اللفظ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة. ب توكيد معنوي ويكون بسبعة ألفاظ وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا، ولا بد من اشتمالها على ضمير يربطها بالمؤكد ويطابقها في الجنس والعدد. إذا في الجنس يعني المذكر والمؤنث، والعدد يعني المفرد المثنى والجمع. إذا قراءة لهذه القاعدة. أحسنتم. إذا نطبق ما تعلمناه، ومع التمرين الأول أعين المؤكد والتوكيد فيما يأتي. ألف: حضرت، حضرت إلى المدرسة باكرا. ب: أصلحت الأستاذة نفسها عطب الكهرباء. التمرين الثاني: أملأ الفراغ بتوكيد مناسب وأضبطه بالشكل. أقرأ الجملة: سيحد مشروع نور من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. جملة ثانية: استفاد الأطفال من التلقيح. إذا في التمرين الأول نعين المؤكد والتوكيد، وفي التمرين الثاني نملأ الفراغ بتوكيد مناسب مع الشكل. إذا أصحح التمارين التطبيقية. أولا أعين المؤكد والتوكيد فيما يأتي. أمامكم
التمرين مصحح. إذا الخانة الأولى الجملان، والخانة الثانية تحديد المؤكد، وفي الخانة الثالثة تحديد التوكيد. إذا الجملة الأولى: حضرت حضرت إلى المدرسة باكرا. فالمؤكد هو كلمة حضرت الأولى، والتوكيد هو حضرت الثانية. إذا هنا تكرر الفعل. إذا فحضرت الثانية هو التوكيد. وما نوع هذا التوكيد؟ حسنا، توكيد لفظي. الجملة الثانية: أصلحت الأستاذة نفسها عطب الكهرباء. إذا أين المؤكد؟ هو الأستاذة. وأين التوكيد؟ نفسها. إذا فنفسها فهو توكيد. ما نوع هذا التوكيد؟ هل هو لفظي؟ لا، إذا هو توكيد المعنى معنوي. إذا ثانيا: أملأ الفراغ بتوكيد مناسب وأضبطه بالشكل التام. إذا الجواب الصحيح: سيحد مشروع نور عينه من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. إذا فالتوكيد هو عينه، إذا هو توكيد معنوي. تبع مشروع في الإعراب، وأضفنا إليه ضمير هو الذي يعود على المشروع. الجملة الأخيرة: استفاد الأطفال جميعهم من التلقيح. إذا فالتوكيد هو جميعه، وهو توكيد معنوي، والمؤكد هو الأطفال. ويمكن أن أغير جميع بكل. هنا أيضا يمكن أن أقول: سيحد مشروع نوري نفسه من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. ويمكن أيضا أن أكرر مشروع نوري هنا. ويمكن أيضا أن نكرر في الجملة الأخيرة كلمة الأطفال. إلى هنا أستودعكم الله، وأشكركم على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله تعالى.